سرحان فيه. مش تشركني معك، مش الحكاية حكايتنا احنا الاثنين. فاكر سيد الملا؟ فاكره يا رحيم؟ أنا مش قادرة أنساه لأنه كان سبب معرفتنا ببعض. كان زعلان قوي، قاعد يأنب نفسه ويقول ما كانش عاوز الحكاية تجلي بجد. قال لك الكلام ده إمتى؟ دلوقتي أنا قاعد أقلب الأفكار، فات على دماغي دي. يعني كان زعلان عشان هو سبب معرفتنا ببعض؟ ده لو خش الجنة هيخشها بس عشان هو كان سبب معرفتي بيك. هو بيقول لو خش النار هيبقى بسبب المعرفة دي. للدرجة دي حبي ليك وحبك ليا بقوا ذنبي يدخلوا النار؟ ياه، ليه؟ اصل انت ما تعرفيش اللي حصل. بعد ما هربتي الدنيا ما بقيتش هي الدنيا، ولا انا بقيت انا. انت عارفة الطبنجة ومسمار الامان اللي في الطبنجة؟ لو انت كنت مسمار الامان دي، لما فتيني وهربتي خدت عقلي معك، بقيت عايش من غير مسمار امان. امال انا بقى استحملت وهربت ليه؟ عشان افوتك انت واهلك في امان، تبقى دي اخرتها؟ امال انا ضيعت عمري وهربت ليه؟ يا ريتك ما هربتي، يا ريتك فكرت ترجعي. فكرت بدل المره مره واثنين وعشر ورجعت. فين جيتي فين؟ رجعت لحد باب سيد المول، اسطر نفسي من الخلق والعربيات لحد ما غلبني الخوف عليك وعلى نفسي. قادر انزل برجلي من التاكسي ولا حتى افتح الباب. كان متهيأني لو دخلت عند سيد هلاقيك. مش هتنزلي يا ست؟ ها؟ ها؟ اهدي ايه؟ انت شو تقف هنا؟ طب ما نزلتيش ليه؟ لا انا مش نازله. مش نازله؟ ايوه اطلع. على فين؟ محطه مصر. ما احنا لسه جايين من محطة مصر. اطلع تاني محطة مصر، مش العداد بيعد؟ بيعد؟ حاضر. ولا أقولك استنى شوية. أول ما شفتك الدنيا طارت بيا، حسيت إن عقلي طار وطار قلبي معاه. ازيك يا سيد؟ قلبي طار وحط على كتافك. انت داخل عند سيد وانا داخلة معاك، وحياة سيدنا النبي حسيت انك مطبق عليا بدراعتك الاتنين. لا سمع السواق بينادي عليا ولا كنت حاسة بالدنيا. اتشلت ايدي على اكرة الباب تقعد عنها. فيها يا ست؟ ولا اقولك استنى؟ اطلع ولا استنى؟ خلاص اطلع، اطلع من هنا. على محطة مصر؟ اي حتة بعيد عن هنا، بعيد عن هنا. خدني وده وسط الزحمة، بقيتش شايفة ولا سمع ولا حاسة بأي حاجة. كان بيني وبين نفسي إني أرجع لك وأفتح الباب اللي معرفتش أفتحه، لكن فجأة لقيت نفسي قدام محطة مصر والسواق بيقولي وصلنا يا ست. بصيت له مبقتش شايفاه، الراجل اتخض قال لي اوعي تقولي إن احنا هنرجع الأزهر تاني. وآخرتي؟ آخرتها رحت تسوق،
بلد تشيلني وبلد تحطيني، وما فوقتش إلا وأنا عند باب سيدي إبراهيم، والفجر كان بيد. دخلت صليت مع الحريم ودعيت إن ربنا يصبرني، وقلت شلله يا سيدي إبراهيم. عارف أول حاجة دعيتها إيه وأنا ماسكة في المقصورة؟ إنك تنسيني. إني أفضل فاكراك طول العمر، وإن ربنا يخليك لمراتك وأولادك وأهلك، وإني أسمع عنك كل خير. يا ريتك ما دعيتي ولا تعبت نفسك. ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما استجابش، مش عشان أنت مغضوبة عليكي، لا، عشان أنا ما استاهلش. أنت رحت لسيد ميتي؟ من سنين. أول مرة حكيتها لك دي كانت من سنين، بعد ما هربت بكديه. بعد ما هربت ورحت تسوق يجي بأسبوعين تلاتة، بعد ما سبت لك جواب عند السيد المولى بشهر تقريبا. كانت كل حاجة راحت لحالها، كنت عديت للبر التاني، كان الرجوع صعب، وسيد كان زعلان قوي.